المخرج المبدع فيليب أشمر من أكثر الأشخاص اللي تكرموا بالميركس دور. مساء الخير. ب 15 آب 1999 كانت ليلة عيد الصيدة. كانت تقريباً ساعة شي 6 المساء. محسوبكم كان ولد مرعوش، فكنت عم بقطع الأوتوستراد وبتفاجأ بسيارة مسرعة بتطيرني وبتزتني بنص الطريق. هالحادث قعدنا سنة وثمان أشهر بتخت المستشفى مربط وما بقدر أعمل شيء. كانت لحظات كتير صعبة بالنسبة لإلي، حسيت إنه كل شيء خلص بوقتها. إذا بدكم الدنيا وقفت بالنسبة لإلي. من بعد هيدا الحادث عشت ما بدي كتير فوت دراما، بس إنه عشت عذاب نفسي وجسدي كتير كبير. من بعد 23 سنة على هيدا الحادث ما كنت متوقع إنه أرجع أوقف على إجري وأرجع أحتفل ب 15 سنة شغل بهيدا المجال و 28 عمل و 9 جوائز. اليوم وكل يوم أنا صرت أكيد إنه وحدة هيدا اللحظات الصعبة هي اللي بتعمل إنسان قوي. وكمان بدي أشكر الله على كل لحظة وجع عشتها، لأنه هيدا اللحظات هي اللي وصلتني إني أكون الليلة واقف قدامكم هون على هيدا المسرح. هيدا الشخص يلي مع كل عمل درامي بعده لليوم بحس بنفس الخوف ونفس القلق ونفس الشغف ونفس المسؤولية بكل عمل جديد لحتى دايما أقدم لكم الأحسن. بدي أشكر الكل أكيد، ممثلين، منتجين، فنانين، صحفيين، فنيين وتقنيين، وأكيد بدي أقول ميرسي من القلب لشركة إيجل فيلمز، جمال سنان، جوال بيطار، نادين جابر، بشير الحاج، وفاتن دبوس، وكل شخص اشتغل وتعب وصهر بهالثلاث سنين لحتى دايما نعطيكم الأحسن. ثانك يو، بحبكم للموت. ميرسي، مبروك ليك.